بلش ريكورد، الصوت شغال. يس يس 3 2 1. اليوم بدنا نعمل مراجعه للتحدي الاخير من المرحله الثالثه اللي هو ستايل الفيوتشرزم، والمطلوب فيه انك تصور ريموت مع تفكير ابداعي. خلينا نشوف النتائج. نبلش بهاي الصوره، سالحم، الاسم غريب شوي. اوكي رهيب، الفكره غريبه وجميله. هاي التصميم ككل في كلمه فوق، صالح تي في، صالحم. بدك تلاقي حل اسمك لانه لفظه مش ظابط. تمام، جميل، بسيط، ريموت مبين من المستقبل، ليزر، جميله بسيطه. بس ما بتذكر في حدا. هاي مشاركه جديده، شكلك بلشت معنا بهذا التحدي من جديد حبيبي. شوف اللي بعدها، خلوا الصور بالطول. نور زعيتر، جميل. كنترول يور تي في وذ يور فون اند يو نيد فيزيكال ريموت كنترولر. نتحكم من تليفونك، ما في داعي تستخدم الريموت القديم. تمام تمام يا نور. توزيع، اوكي، العنكبوت، حلو. انا مبسوط انك بلشت بموضوع التصميم. لكل طريق بداية. بتتذكر لما بلشت معي بالكاميرا ما بتعرف تمسكيها؟ ممتاز، جميل. التكوين ممتاز، عنصر، عنصرين، ثلاثة، جميل، ممتاز. بس الفونتات هلا بتتطور بالتصميم والتصوير عن طريق تقليد الأعمال الاحترافية، جميل. إيه هذا شغل مين؟ شو النقطة اللي هون؟ ما بعرف. جميل، ريموت. بس لا يفضل إنه الليزر يكون مغطي عليه من فوق، هيك مخرب عليه شوي. التكوين متماثل، تمام، مبين من المستقبل. حبايبي الصور جميلة وفيها جهد، بس مفتقرة لموضوع الإبداع. يلا مثلا، كندا، يا كندا، اوه جميل. هاي موديفاي اللي هو كبرت الريموت كثير، مبين زي كأنه عمارة. ماجنيفاي، جميل جميل. والألوان، جميل جميل جدا، جميلة والله، جد خرافية. سلم ايديك يا كندا. بسيط، سرعة، بسيط ودايركت، بس مش مبين ريموت، بده كبسات. لو على الأقل كبسة باور أو تي في أو كذا، يعني هاي مش مبين إيش الجهاز اللي هون. بدنا أو جهاز هيك ليزر يبين إنه هو للتلفزيون. تمام، جميلة. في جهد بسيط، بس بدنا فكرة. بس هذا ليزر، هاي ستار وورز، دينجر، الله أكبر. اسلام يا اسلام، جميل جدا، بس هذا مش ريموت، هذا صاروخ. اوكي، هي فكره شوي مختلفه. تمام، جميل، اللون الاحمر. على فكره مشيت بسرعه، المشاركات جميله جدا. كنترول اوف يور لايف، بس هون مش مبين ريموت. ما بعرف هاي شغل مين، بس هاي مش ريموت، يعني مش مبين تابلت، تليفون، عرفتوا كيف؟ يعني مش ريموت، بدنا ننتبه لهذا الخطأ. مبين انها من المستقبل، كل شيء تحت السيطرة، هلا مش هلا. خلوا الصور بالطول يا حبايبي. جميل، مصورة بتليفونك شكلك تحت إضاءة البيت اللي هي اللمبة الصفراء، لأنه مبين اللون ضارب على أصفر. أوكي، حاط الاسم تحت. كل شيء تحت السيطرة، تمام، بس ما فهمت ايش الثقب الاسود، ايش قصته؟ ايش التصميم يعني؟ حدا بقلب على التلفزيون؟ ما وصلتني 100%، شكله عم بفصل التلفزيون. تمام، بس ما وصلتني الفكرة، إذا في فكرة هون مس كامبر أو إشي. هون فيوتشر أندر كنترول، رحاب خالد. تمام، بس هاي المنطقة فاضية، توازن الصورة، البالانس. والعنصر مش مبين، حرام، يعني خليه هون، خلينا نقص الصورة صح، هاي كلها بدقة. حتى أنت حاطة اسمك، طلع وين؟ مثلاً حاطة اللوجو بنص الريموت، فأنت الفريم تاعك أو إطار الصورة هي نصه هون بده يكون. فلو بدنا نحسب المسافة من هون لهون، هذا كله بده ينمحي اللي على اليسار، فهاي كلها هيك بدها تروح، هاي ديليت. تمام؟ هيك أحسن. بس بدنا ننتبه لموضوع التوازن، وغير هيك بدنا نحسب مكان التكست، النص مكانه مش منيح. يعني احنا بدنا نعتبر عندنا كتلة لون ابيض زي هيك، خط او مستطيل، مستطيلين، ثلاث مستطيلات، بدنا نوزعهم بشكل منيح بالصورة. بدك ترجع تعيد توزيعهم، يعني ممكن نخليهم
الثلاثة بالنص بما أنه كل إشي بالصورة تقريبا بالنص، ممكن كلمتين فوق وكلمة بالنص، فأنه زي ما بتتعب على الصورة بتكون تتعبه كمان على توزيع الكلمات. كل الموضوع بده جهد وتعب. أوه أحمد أبو حمدي، جميل، بسيط، رينج لايت، رهيب. إيش هي؟ سيم، أوكي، ريموت مع بطاقة، إنترنت، منيو، ريسيت. صار مش ريموت تلفزيون بس أوكي ريموت. لون أزرق، ليزر وإضاءة، جميل. أوكي تمام، ما في تعليق لأنه الصور جد جميلة حلوة. طلع يعني الصور يا إخوان جد حلو اللي بتعملوه. قم بإدخال الزمن الذي تريد السفر إليه. حلو حلو. ها هاي إشي إبداعي، ريموت بس مع السفر بالزمن. توزيع العناصر جميل، لكن لو خليت الأرقام أو جزء منه باللون الأبيض اللي هون القوي، لأنه هون مبين شفاف أو باهت، مش مبين أنه هو الريموت الحقيقي. فخلي الأرقام لو مبينة بلون أبيض أكثر أقوى تكون شوي زي اللوجو تاعك. بقدر أعطيها لون أبيض على السريع، نجرب، هات نشوف كيف تفرق معاني اليوم. هات أعطيني أبيض هيك، نعطيه أمر أنه أي إشي فاتح اقلب لي إياه، أو اقلب لي إياه أبيض سك. نرسم على كل الصورة زي هيك وأعطيني أمر. إذا بدكو هي الأمر من هون إشي اسمه بلند إف، بقول له إلغي اللون الأبيض عن أي إشي أسود أو سكني وخلي لي إياه هيو بس على الفواتح جدا. نشوف النتيجة تقريبا، يعني هي قبل هي بعد، بدي أسحب أكثر. هات خلينا نشوف النتيجة هون. أيوة خلي اللون الأبيض واضح زي هيك زي هيك، شايف اللمعة؟ فهي قبل وهي بعد، لأنه في أنت مستخدم اللون الأبيض القوي فوق الأبيض السك وال باللوجو تاعك، فحلو إنك تستخدميه بنفس الصورة. فللتأكيد هي قبل وهي بعد، تمام؟ طيب نشوف اللي بعده. سبايدر، أوكي. يا ضحى جميل جدا، هاي جربتي شيء جديد، الرسم بالضوء تمام. ريموت مش مبين كثير، عادة بعد ما نخلص الرسم بالضوء، بعد ما نلف الضوء حوالين المنتج أو الشخص بنضوي عليه شوي مشان تبين ملامحه. جميل جدا بس ناقصنا الفكر الإبداعي، بدنا فكرة غريبة. مثلا مين هاي؟ سالي سندوس، جميل جدا. حاولوا تخلي اللوجو تاعك لونه مختلف عن الخلفية، يكون كثير بعيد. فهاي إذا أزرق اللون البعيد عنها، إذا أزرق غامق مثلا يكون اللون إشي فاتح مشان يبين على الخلفية شوي، لأنه هون مختفي إذا ملاحظين. جميل، الريموت مفكفك. هون إحنا بنعتبر ري أرينج، إعادة ترتيب أو ريفيرس، عاكسين إنه الإيد طالعة من الريموت، في عين هون، أوكي إنه الريموت بيتحكم بحاله يعني. حلو، سماعات، بطارية، جميل، مبين المستقبل، قمر صناعي، ماشي. بس جميل، محاولة جميلة، بس ننتبه للإسم هون، ريموت 2050 روز فوتو. في هذا العام تم عمل ريموت لعجة الألوان، سهل علينا درجة الألوان. جميل، ريموت ألوان، ألوان فاقعة. هذا تحدي بكرة يا رزان، هلا راح أحكي لكم إيش التحدي الجاي، المرحلة الجاي يمكن ما تصدقوني، راح تكونون بمزح. بس جميل، ريموت ألوان تمام، بس بدك تشتغل على التصميم أكثر. هاي أتوقع هاي أول محاولات لك بالتصميم، واضح. فمع الوقت كل ما جربت أكثر كل ما كان الموضوع أسهل. ما شاء الله، لمين هاي؟ ليش ما تحط أسماء؟ والله حرام. جميل جدا، ما بتذكر في حدا من المشاركين عنده خضرات بالفوتوشوب بهاي النظافة أو الفينيشنج. فينيشنج جدا عالي صراحة، يعني رايح بيكسل بيكسل. مفضل ريمو، لا مش بيكسل بيكسل، هاي هون هاي كويك سيلكشن، يعني في فينيشنج جميل هون وهون. حلو، الظل بدنا ننتبه، ما في داعي للظل هون، هذا غلط لأنه هي الريموت مضمون من النص، فالظل بده يكون وراه بالضبط، ما راح يبين أصلا بالصورة. لو هذا الظل صحيح معناته الجهة هاي من الريموت بدها تكون ضاوية. تمام، ضو الليزر،
بس ما فهمت ايش بيعمل، هو بيتحكم بالمركبات الفضائية؟ ممكن، اوكي اوكي جميل، فهمت فهمت تمام. الليزر مبين المستقبل، حلو. بس بدنا اسم، ما بعرف ليش ما بتحطه، مستحيين يعني تحط اسماء. اوه هيا شوت، حلو جميل. ايش هاي نتفليكس؟ ملاحظة حبايبي، انا مش من الناس اللي مع نتفليكس، هاي بحكيها بصريح العبارة. الجماعة وضعهم سيء يعني، هم اوكي بينزلوا افلام وكذا، بس بيبعثوا رسائل مخفية وافلام مخفية سيئة جدا، فانتبهوا احذروا، لكن انتبهوا ايش تحذروا، تمام؟ عم بروجوا للإباحية بشكل مزعج جدا والشذوذ بشكل غير طبيعي، بيبعثوا رسائل، فإذا بتقدروا تبعدوا عنهم ابعدوا، ما بدكم احذروا الأفلام. نحكي العرب بيحكوا عنها، لأنه احنا ما من روج للأشياء الثانية، بس بكل الأحوال ابعدوا عنها حتى لو فيها إشي منيح. تمام تمام. إيش هاي اللي هون؟ إيش هاي، غطاء علبة ولا مغناطيس؟ تمام، شكله غريب. الريموت مكسور، ما فهمت ليش مكسور، عاد الترتيب يعني او تغير شكله مثلا، بدي امسكه زي السيارة. اوكي، الالوان الفاقعة، الفيوتشرستيك، الفيوتشرزم، جميل، ما عندي تعليق. تمام، ونت مبين نص الكلام، مع انه لو بدنا نعمل دعاية يفضل ما يتكرر اللوجو مرتين بنفس الصورة. اوكي، مدام نتفليكس موجود هون خلاص فيش داعي لها نهائي، ممكن نحط الايقونة. تمام، وهذا خطأ أنا وقعت فيه زمان، أتذكر رحت على إيفنت مرة أو على ميتينج لابس البلوز عليها اللوجو، الكمامة عليها اللوجو، تمام، وصورت فيديو وطلعت اللوجو بالزاوية، لما حذرته يعني صراحة إشي بخزي. فهي بس مرة واحدة بنحط اللوجو، يا على البلوزة اللي لابسها الشخص، أو بعد ما ينتهي الفيديو، أو بيكون بالخلفية أو بالزاوية، لكن كله مع بعض حرام. تمام، حتى لو مكسوس بس مرة واحدة بيطلع اللوجو بالمشهد. نجرب هون، اوه جميل، لما ديزاينز تحكم في منزلك، كبسة زر، دعاية بسيطة، البيت، مفتاح، جميل جدا. مصممة لما بتجنن بتجنن، يسلم ايديك، مع انه ابدعتي لما كنت معي كورس التصوير. ايش هاي، عصام عمر، ابريل 1 ابريل 0 الوقت، 2 ابريل 10 المساء، تحكم بالزمن يعني. تمام، عصام مصورة اكريليك، ايش هذا، اشي عاكس ابيض. تمام اوكي، في فراغ كثير كبير فوق، ما له داعي حبيبي، قص الصورة امحيها او اكتب اذا بدك تكتب اشي، سوري زي هيك. اوكي حتى هيك كثير، ارفعها شوي، ديليت. تمام، الفراغ اللي فوق ما كان له داعي. طيب نروح اللي بعدها، سرعة جوية، اوه هاي دعاية حلوة، بشاير علي، سرعة جوية في الاداء، ريموت بين زي كأنه سفينة فضائية بالسرعة. اوكي بس ما فهمت شو دخل طلبات بريموت التلفزيون، يعني لو كانت مثلا اورنج مثلا، انه والله سرعة تلفزيونك صارت سرعة جوية مثلا، بس حلو في تحسن، جميل. اوكي نشوف اللي بعدها، بس بدي اتاكد هاي انت مصمميتها، انت مركبيتها على الريموت ولا جابيتها من الانترنت؟ بس بدي انت، هلا هاي مقصوصه، هي مبين هون الفينيشينج، الحواف. تمام، بس هذول مش مركبين، هذول موصلين في بعض التمثال مع الريموت، شكله غريب. لا نفسي اشوف شو ما وراء الكواليس. طيب نشوف هون، اوف جميل، سامسونج، جميل ألوانه جميل جميل جميل، مع أنه عادة بالأشياء بالفيوتشرزم بدنا الألوان فاقعة وضاوية مش غامقة، بس حلو، ما فهمت ليش مقصوص من هون، بس جميل هيك دعاية للسامسونج تي في. أوكي بس ما فهمت وين الفكرة، Entertainment is enslavement، عبودية التسلية. ماجد درويش، والله فكرة عميقة،
جدا. جهزوا حالكم، جهزوا حالكم، جميل جدا صراحة. في رسالة، تلفزيون مع الريموت، زيد الكلاريتي. بتتذكر الكلاريتي اللي حكيت عنها، الافكت اللي بالكم هات تزيد لك اياها تشوف الفرق. والانترتينمنت انسليفمنت، بدك تغير لون الفونت تخليه تقريبا ابيض فاتح، او نوع الفونت بدك تخليه مخيف. نشوف شو راح اعمل بالكلاريتي. هاي لما ازيدها بتصير الصوره مخيفه اكثر، او هيك ما بعرف شو بنسميها، مزعجه اكثر. اوكي هي قبل وهي بعد. وهاي اللي فوق بدنا نخليها بلون ابيض ممكن، او ما بعرف لون من الصوره، خليه الابيض اللي هون احسن. بس هاي ما عندي معلومه ثانيه هون. اوه حياتك كسل مع الريموت الذكي سامي، بس كثير الاسم صغير. تتذكروا حكيت لكم عن قاعده ال 25 امبارح، خليه 25% تقريبا. لا هيك كثير هيك، لانه ابدا مش واضح من تحت، كثير صغير. اوكي هون في لون اصفر كاسر الالوان، تلفزيون ريموت. اوكي حياتك اسهل مع الريموت الذكي، دعايه جميله حلو. ما فهمت ايش هذا اللي هون تحت، بس مبين من المستقبل. جميل يسلم ايديك. هون ايش بلال بيكسل، ان الريموت بيتحكم بدماغ الروبوت. تمام مستخدمين اللون الازرق، حبيت. ما في تعليق، مش قادر اعلق على اعمالكم حبايبي. شغل الاختصاص يعني الاخطاء البسيطه خلص بعدتوا عنها، وهذا ستايل جديد، فما ما بقدر اقول مبينه من المستقبل. اه مبينه، خلصنا ما في شيء اعلقه صراحه. الصور بتجنن هون، هلا هاي مبكسله كثير كثير مبكسله، هاي خربانه الصوره. رنيم والاسم ما بنخليه باللون الاحمر، خليه بهذا اللون الاصفر، يعني خلي لون الاسم مختلف عن الخلفية. اوكي لكن من الوان الخلفية، ما تخلوا لون ابيض مثلا. ايش في ايش ثاني؟ بس لو كان هاي الكتلة كلها كانت بالنص احسن لتحت شوي، يعني كانت لو الريموت بلش من هنا وسحب لتحت شوي احسن، لانه هذا الفراغ لتحت ما له داعي. بس شو الفكرة انه الريموت بتحكم بالكون يعني؟ ممكن ما وصلت من يدي. فيوتشر تي في والبلبل الكلمات، إليجانس تو إتس إكستند سوفت تاتش، كثير كلمات. تي في ريموت واي 200 إيهاب، تمام تصميم جديد غريب. واي 200 فيوتشر تي في سوفت تاتش، ممكن بس كلمات كثير، لأنه بالإعلانات عادة كل ما تختصر كل ما كان أقل، كل ما كان أحسن سوري. هاي كثير 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 كثير، بدك تلغي واحدة منهم. فيش داعي لتي في ريموت واي 200، خلص هاي الفيوتشر تي في او فيوتشر ريموت، تي في ريموت مع هاي الكلمه خلص. ايهاب تمام يسلم ايدك يا ايهاب. موسيقى داونلود، هذا مش ريموت قد ما هو خيارات من التليفون، بس فكره حلوه الشفاف. بس بدي تنتبه لشغله حبايبي، هاي التصميم انتو جايبينه من الانترنت، يعني مع هاي الاشياء بدي اشوف شو الجهد المبذول، مش انه تكونوا ماخذينها والله كلها زي ما هي من الانترنت. هاي بتصفي محاولات غش يا حبايبي، انتبهوا يعني، كمان بدك بصمتك الخاصة. فبس بدي أتأكد هل هذا التصميم، مين صاحب هذا التصميم؟ أنت ضايف الأيقونات بإيدك وجايب صورة من الإنترنت للتليفون الشفاف مع الإيد، ولا لا مش ضايف إشي بس ضايف التلفزيون على الريموت، هيك ما استفدنا. هون حلو أسامة ريموت، هذا التليفون آه مش ريموت. anyway شاشة مصور شتر بطيء عم برسم بالضوء، جميل مختلف. بدنا ننتبه للتنصيص، خلينا نقص شوي من تحت مثلا، هذا اللي تحت بده قص هيك. اوكي لو قصينا اكثر كمان، حتى لو راح الاسم هيك احسن، ونقص شوي من فوق تمام زي هيك. خلي موضوع الصورة معبي الصورة. شوف لي بعدها. اوه اوكي ما تصم نمري اسمك مختفي تحت، خليه باللون الاصفر اللي هون. مفكفك الريموت، خلاص صرت عارف تفكير المعتصم كيف تركيب الاشياء، بتحب تشغل ايديك. جميل لازم اعرفك على محمد فاخر، راح تعمل شغل جميل جدا سوا. هون اوه هون عملت اليمينيت للكفر كله يا صهيب، جميل جدا لغى الكفر كله.
على فكرة هيك شكل الريموت من جوا إذا ما بتعرفوا الكيبورد. بس أتأكد عم يسجل. جميل، ما عندي أي تعليق. وغريبة الألوان. للتأكيد اطلع على الصورة الكبيرة حبايبي، أنتوا بلشتوا بستايل جديد وغريب وتحديتوا حالكم. محمود Artificial Intelligence كثير كلمات. Simulation of Intelligence Machine that are designed to think and act like humans. تمام. مام ريموت أوكي. العادة بالتصاميم حبيبي بنكتب كلمة كبيرة إيش الخاصية اللي بدنا نبيعها، بعدين نشرح إيش صغير إذا بدي نطبع بالشارع. بالجميل الألوان. يمكن هلأ إذا في ليزر وإضاءة خصوصا ستايل الفيوتشرزم يفضل إنه الإضاءة تكون قوية ساطعة، فبس ده أفتح ده أستخدم اللون الأبيض القوي زي هيك، زيد الكونتراست كانت كتير باهتة زي هيك. العب راوية عملت ريموت على شكل صورة أوكي، بس بدنا كتابة. هاي أنت مصوريتها باستخدام إيش؟ فلاش تليفون شكله؟ مستخدم فلاش تليفون مشان يصور، لأن الظلال سودة وحادة جدا ودافي، فلاشات التليفونات بتكون كثير قلبها أصفر دافي. تمام، بس بدك تصحح اللون اللي هون، فنقدر على الفوتوشوب نعطيه أمر إنه صحح لي اللون الدافي اللي هون. فبروح هيا الكاميرا روح بس شوفوا شو الفرق. بعطيه أمر من الكاميرا روح إنه إذا الإضاءة اللي موجودة بالمشهد قالبة على أصفر أو على أزرق اسحب لي اللون كله. فبكبس على إشارة القطارة اللي هون وبسحب اللون. خلصنا هيك. تمام، هاي قبل وهي بعد. كمان مرة هاي قبل وهي بعد، لأن كان في لون أصفر مزعج. نكمل. حلو جلتش. في اسم فوق from to كثير صغير مش عارف شو from to mute tv اشي هيك مش عارف شو هو، بس جميل. هذا ستايل غريب صراحة، ما بعرف مين بيشتغل هيك. والكلمات ليش على الحفة بالضبط؟ بدنا نترك فراغ لإله. بس جميل. جلتش خلل. اوه ابو طبنجة ريموف سكاي. اوكي رهيب. جميل جميل جميل. الصورة كثير فيها تفاصيل معقدة بس جميل. حلو الفكرة، شيل السماء رهيب. بس اتأكد من شغلة، بس كنت اشوف الاضاءة كيف مركبة هون. هاي ضوء شمس مباشر. تعالي هون، في عندك ضوء الشمس جاي من هون من اصابعك لهون، يعني اتوقع الشمس كانت هون قبالك، فمشان يطلع معك هذا التأثير وتكون الصورة مركبة صح حبيبي، حتى الظلال على الشارع هيها بدك يكون في مصدر إضاءة كثير قوي هون. تمام، هون شو هاي الصورة مش فاهم هيك جاي محالها، ما فهمت. إطار جوا إطار أوكي غريب. أوكي ريموت إيش هاي؟ حاسو أفنجرز استدعاء من الفضاء. ايش هاي؟ وي ويل وين توجذر. مش هاي مارفل ولا ستايل مارفل شوي؟ لون اخضر. هلا اللون الاخضر احنا بنستخدمه بالبوسترات او بالمشاهد مشان يدل على الرعب او على الرعب اكثر شيء او الخوف زي فيلم ايليان. فالاحمر والاخضر هذا التركواز، الاخضر المزرق بيعطي مشهد رعب سينمائي. اوكي جميل. ريموت يستدعي اشي من الفضاء، حلو، بس البيرسبكتيف غلط لانه هون الريموت مبين انه واقع، فانت بدك تصحح المنظور. لازم اللي تحت، يعني انت لما تصور اشي وتكون اوطى منه عادة قاعدته بتكون كبيرة وقمته بتكون صغيرة. تمام، فانت هون القاعدة والقمة متساوية، هذا غلط. فالحل انه القاعدة تكون اكبر. تطلع هاي في اشي اسمه بيرسبكتيف، هلا بتصحح. ايوه زي هيك شايف، هاي قبل وهي بعد. اوكي، انت حتى المباني تطلع كيف قاعدتها بتكون كبيره بعدين بتصغر تتلاشى لفوق، فهيك مبين انه واقف عن الارض. للتاكيد هاي قبل، كل شيء متساوي، القمه والقاعده، وهي بعد. اوكي ارجع فكر فيها، انت لما تطلع على اي شيء وتكون اصغر منه، هون مثلا القاعده كثير كبيره لانها قريبه منك، كل ما يبعد القمه بتصير اصغر. اوكي
هون. اوه جميله جدا، فيوتشرزم تحفه. ما في فكره، بدنا افكار. جمان شكرا يا جمان. ليزر مع الوان فاقعه مع توهج الريموت نفسه بضوي، جميله بس بدنا فكره. ايش المقصود فكره؟ يكون شوي مختلف. كيف استخدم الريموت هنا زي ماجنيفاي كثير كبير بيسيطر على المدينه، شكله غريب. فنفس الاشي يعني، هنا في جهد مبذول، صوره جميله لكن فكره ابداعيه، بدنا اشي مختلف عن باقي الصور. تمام، نشوف اللي هون. Get your own mind controller. التكوين عندنا خاطئ يا نورموس. اول شيء اسمك ما تخليه هون، خليه تحت هذا اولا، وثانيا خلي الريموت كثير كبير زي هون تقريبا، والمخ هون لانه هيك كثير صغير والايد ما لها داعي. كبر الريموت، خليه هو اكبر شيء بالمشهد. فهيك الريموت مبين هون، والدماغ بدنا نبين جزء منه، خليه مثلا دماغ زي هون زي هيك، ومرسوم فيه رسمات. هاي بكتيريا صفت مش دماغ. anyway وصلت كل فكرة. نشوف آخر صورة، إيمان عباسي. جميل بس خلي اسمك لتحت، ومستخدم فلتر هيك غريب. هذا ريموت سيارة مش ريموت تلفزيون. تمام، بس في عناصر كثير بالصورة ما لها داعي، فلو زومنا أكثر أحسن. يعني لو خلينا الصورة بس زي هيك عشان نعمل هذا الستايل الغريب بيكون كافي. تمام، بس ما في أي تعليق. يعطيكم العافية، شكرا. يعطيكم العافية حبايبي. التحدي اليوم كان خفيف لطيف صراحة، جميل. ما شفت أي تعليق لأنه أنا دائما بشوف الصورة الأكبر، أنا دائما بشوف كيف بلشتوا وين وصلتوا. في تقدم رهيب جدا يا حبايبي. هاي إحنا لسه ها بثلث الطريق. تمام، فمشان هيك أنا ما بحب أنتقد كثير لأني دائما بطلع على الصورة الأكبر. هلا في ملاحظة بس واحدة بدي أكررها، التدريب المستمر. هاي إحنا كل يوم عم نصور، لكن رجاء بعد ما يخلص التحدي حاولوا ما تقطعوا. كل ما تدربت أكثر، كل ما جربت أكثر، كل ما صار عندك أخطاء أكثر تتعلم منها أكثر، وهذا ما يسمى بالخبرة، فبتزيد خبرتك. تمام، اللي بيصور صورة كل يوم غير عن اللي بيصور صورة بالشهر، خبرته اللي بيصور كل يوم أكثر بكثير من اللي بيصور مرة بالشهر أو اللي بيصمم مرة بالشهر. فهاي واحدة من الأشياء اللي أنا كنت أعملها كل يوم، كنت أصور أجرب أعمل إشي على الفوتوشوب أصمم وإلى آخره. فهاي هي النقطة اللي بدي تنتبهوا لها. بدون أي تأخير خلينا نعلن عن انتهاء المرحلة الثالثة اللي هو الفيوتشرزم، ونبلش بالمرحلة الرابعة. فخليني أشرح عنها شوي لأنه هذا ستايل فني عربي أردني عريق. أوكي، أتوقع في بالوطن العربي ككل، فأنا حكيت كلمة عربي أولا، بس لكن عندي مخيلة أنه يعني بالأردن واضح منتشر. أكيد شفتوا هاي الصور اللي بتنبعث على جروب العيلة على الواتساب، اللي هي صباح الخير، جمعة مباركة، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. هاي الصور إلها ستايل فني خاص فيها، إلها قواعدها، إلها ألوانها. هلأ ضحكت عليها أو شفت تلوث بصري، إلها فن. تمام، فالتحدي الثالث عشر، التحدي 13، راح يكون إنك تصور صورة أو تصمم صورة تلبق هذا الستايل وعليها كلمة صباح الخير، تنزلها بوست، بدي أشوف متابعينك شو راح يحكوا. تمام، ما تعمل صورة جميلة أو صورة إبداعية، بدي تلتزم بهذا الستايل لسببين. الأول إشي جدا صعب إنه تعمل الخطأ. يعني إحنا ده صرنا متعودين نصور صور حلوة وجميلة للعين وأخاذ ونتعب عليها، لكن حاول إنك تعمل إشي غلط أشوف شو راح يصير معك. هذا إشي كثير صعب، هذا أولا. ثانيا زي ما عملت بالنسخة الأولى من التحدي، عملت واحد من التحديات كان أسوأ صورة، صور أسوأ صورة بتقدر تعملها بالحياة، والسبب كان إنه نتعلم من الأخطاء. أنت ليش تحكي عن هاي الصورة على الويبسايت تلوث بصري؟ هذا إشي جيد على فكرة، لأنه عينك ميزت إنه الألوان الفاقعة جدا وشكل الفونت اللي معبي الصورة هذا خاطئ، فهيك مخك بيسجل إنه هذا الخطأ أنت ما راح ترجع تعيده. تمام، فهاي هي الفكرة حبايبي، رجاء تاخذوها على محمل الجد. فصوروا صورة وصمموا التصميم من إيديكم، والتزموا بقواعد هذا الفن، وابعثوا لي إيش ممكن تسموه هذا الستايل العربي
اوكي يعني نزلت على الانستغرام ففي اسماء انه واتسابيات مثلا اسم هذا الفن نسوان الحارة فن نسوان الحارة تخيل ينزل فن هيك بالمكاتب بالمكتبات سوري فهاي هي الفكرة حبايبي بالنسبة للتفكير الإبداعي سوري سكامبر خلصنا ما بدي أتعمق كثير بالموضوع بدي بس تظلوا تفكروا بموضوع سكامبر على باقي التحديات لكن حاليا خلينا نخف هاي المرحلة خفيفة لطيفة ما بدي تتعبوا حالك فيها كثير هي بس بريك لأنه ضغطكم كثير بالمرحلة الثالثة كان إشي غريب جدا وصعب مع سكامبر فانضغطت هلا بس بدي أريحك مشان أضغطك بزيادة اللي بعدين تمام فخذوها بريحية استمتعوا فيها راح يكونوا ثلاث تحديات ورا بعض بعدين راح أحكي لكم شو هم فبلشوا بصباح الخير بعدين نحكي عن الجملة الثانية والجملة الثالثة وأنا ذكرتهم بهذا الفيديو قبل شوي فيمكن أنتوا لقطتهم إذا مركزين معي تمام حبايبي تذكروا دائما إنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة متحمس جدا أشوف نتائج بكرة مع السلامة